لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة يا حبايبي جايبة لكم وصفة، طبعا كذا متابعة عندي حبيبة قلبي كانت طلبتها مني، فانا ان شاء الله باذن الله علشان عيونها الحلوة جايبة لكم وصفة او زيت، افضل زيت في العالم لنفخ اي مكان في الجسم او لتسمين اي مكان في الجسم. قبل ما نبدأ وصفتنا، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك. طبعا انا عايزة اقول ان في ناس يعني او نساء بتكون راضية عن جسمها، بس في بعض من الاماكن بتكون عايزة لها زيادة، زي الصدر، زي المؤخرة، زي السقان، زي الخدود، زي الوجه عموما، عايزة تزود الوزن في وجهها، تخليه ممتلئ، عايزة في خدودها، عايزة في شفايفها، عايزة في السقان، عايزة في الثدي، عايزة في المؤخرة، في اي مكان في الجسم. الزيت اللي معانا او الوصفة اللي معانا تحفة، بس اهم حاجة تتابعي معايا الوصفة للاخر علشان تجيب معاكي نتيجة هايلة. هعرفكم على الزيت يا حبايب قلبي، وهو زيت الحلبة. طبعا زيت الحلبة من افضل الزيوت في العالم لتكبير مناطق الانوثه، وكمان لزياده الوزن وتسمين اي جزء في الجسم. طبعا ممكن يكون كتير منكم عارفين الزيت ده، بس اللي انتم ما تعرفوهوش ان هو لو استخدمتيه بالطريقه الصحيحه هيجيب معاكي نتيجه هايله، وهيكون رائع جدا جدا، وهيعمل تسمين جميل جدا لوجهك، لخدودك، لشفايفك، كمان هيعمل كمان تسمين للساقين، تسمين للصدر، تسمين للمؤخرة، اي مكان في جسمك حابة ان انت تزوديه. الزيت ده فظيع جدا. هنستخدمه ازاي حبايب قلبي؟ زي ما انتم شايفين هنفتح، اهم حاجة تستخدميه بالطريقة الصحيحة اللي انا هقولك عليها عشان يجيب معاكي نتيجة هايلة. بتجيبيه من عند العطار عادي، وتابعوا معايا ان شاء الله باذن الله برضو هعمل لكم حلقة ازاي نعمل زيت الحلبة الطبيعي كمان في البيت علشان يكون فايدته كمان اقوى من اللي بيتباع في عند العطار. هتجيبي الزيت ده طبعا بتشتريه من عند العطار، هنفتح زي ما انت شايفة كده حبايب قلبي. معايا هنا دي بودرة الحلبة، بتجيبي الحلبة وبتطحنيها، بتبقى بودرة زي ما انت شايفة كده، بتبقى بودرة، تبقى بودر خالص خالص خالص. هقولك بقى تستخدميه ازاي. هتجيبي الزيت وهتحطيه على الحلبة البودرة، زيت الحلبة هنحطه على الحلبة البودرة بتاعتنا، وهنقلبها كويس كويس جدا. الوصفة رهيبة، الوصفة تحفة، الوصفة هتقدر ان انت تسمن لك اي مكان وتزود وزن اي مكان عندك في جسمك. حاجة موضوعية، حاجة روعة جدا زي ما انت شايفة كده. هنحط برضو جزء بسيط، اهم حاجة القوام يكون كريمي، يعني هتحطي الزيت على الحلبة، زيت الحلبة على الحلبة المطحونة، ويكونوا قوامهم كريمي خالص. تمام. هتستخدميها ازاي حبيبة قلبي؟ هتاخدي منها طبعا، لو هتستخدميها اي مكان في جسمك، اي مكان في جسمك هتستخدمي. اهم حاجة زي ما انا قلت قبل كده، بنعمل التدليك بالمية الدافية عشان نفتح مسام الجلد في اي مكان بقى عايزة تزودي وزن، تزودي فيه الوزن. وهتاخدي منها و زي ما انت شايفة كده، وهتحطيها كده اهو، وهتعملي تدليك. لو عايزة تزودي وجهك بتعملي خدودك، او تنفخ الخدود او نفخ الشفايف، بتعملي الموضوع ده سواء في اي، هتزودي الساقين، هتزودي الثدي، هتزودي المؤخرة، هتزودي اي مكان في جسمك هتعملي فيه تدليك. تدليك
زي ما انت شايفة كده بزيت الحلبة والحلبة المطحونة، وهتسيبيها نص ساعة نص ساعة، وهتغسلي بالمية الساقعة، هتجيب معاكي نتيجة هايلة، هتعمليها قبل ما تنامي، ممكن كمان في النهار في اي وقت، اهم حاجة ان انت تسيبيها من نص ساعة لساعة بالكتير، هتجيب معاكي نتيجة هايلة 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 هايلة. افضل زيت في العالم للتسنين هو زيت الحلبة يا حبايب قلبي. طيب انت هتقولي لي الحلبة بتعمل معايا ريحة مش حلوة بعد ما بسيبها وكده، هقولك تعملي ايه حبيبة قلبي علشان ما تعملش معاكي ريحة مش كويسة. بعد ما هتدهني زيت الحلبة والحلبة المطحونة في المكان اللي انت عايزة تزودي فيه الوزن، هتعملي ايه؟ هقولك هتاخدي القرنفل، عارفة القرنفل طبعا بيجيبينه عند العطار، وبتطحنيه وبتحطي عليه نقطتين من زيت الزيتون وبتعملي تدليك، ده بيشيل اثار رائحة الحلبة، وكمان بينعم البشرة وبينعم البشرة بالريحة حلوة قوي 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 في جسمك. يبقى كده هتستفادي، هتعملي تسمين لجسمك، وفي نفس الوقت هتقضي على ريحة الحلبة تماما. الوصفة جميلة، الوصفة هايلة، عايزة تزودي اي مكان في جسمك بمنتهى السهولة عملناه. ان شاء الله الوصفة تعجبكم يا حبايب قلبي وتستفادوا منها. ما تنسوش اللايك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.